اليوم حاب اقدم لك توني توفر، اكثر شخص بارد ممكن تشوفه في حياتك. Sometimes you just have to stand up to punks like that. بتقول ايش السالفه؟ الرجال قاعد يتعرض لسرقه زين وتحت تهديد السلاح، وزي ما انت شايف اللي على اليسار قاعد يدخن هذا توني توفر يا جماعه، يعني ولا هو شايف الرجال شيء، هو يعتبر ان البار هذا كانه باره هو، تحسب انه وقف على كذا؟ لا، الرجال يوم جاء طلب منه جوال، قاعد جوالك زين، شوف ايش سوى. لا يا ابوي والله اقول لك مو بشايف شيء، راح طس بس. تحسب انه وقفت على كذا؟ لا، جاء قال عطني فلوسك. شوف ايش قال. He actually asked me, I need the money out of your wallet. I just said, I got $2 in my wallet and that's for my next beer. I actually told him, hey, since you're back there, get me a beer. He looked at me and says, no, get your own beer. الزبده السارق عارف ان هذا ما بيطب، راح عند صاحب البار قال اقول اي ولد اعطني الدراهم اللي عندك في الخزنه. فادعى عن امره وطلع له الدراهم. يعني اني عجب اللي جنبي، يعني اني قاعد يقلد ماني بخايف.